لحظة بلحظة مع بعثة النادي الأهلي، دائما بنحط حضراتكم كأنكم في هناك في أرض المونديال. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب كل ما يخص البعثة، وبنحاول نجيب لحضراتكم كل اللقاءات الحصرية عشان تبقوا دايما معانا وبتشوفوا إيه اللي بيحصل هناك. طيب خلينا ناخد بعض الأخبار اللي حصلت الحقيقة في هناك في مونديال الأندية علشان نتكلم عنها بشكل أكبر. أولا كابتن خطيب الحقيقة النهاردة بيتسلم شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. بصراحة حاجة تفرح وحاجة جميلة، وبسم الله ما شاء الله يعني الأمور ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا. كابتن خطيب أيضا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي بيجتمع مع البعثة الإعلامية. عندنا برضو فيديو هنوريه لحضراتكم. الكابتن خطيب النهاردة قعد مع كل البعثة الإعلامية المتواجدة في مونديال الأندية وتكلم معهم في كل الأمور فيما يخص النادي الأهلي، طبعا في كل شيء، النواحي الإدارية، الأمور عاملة إزاي، محتاجين منكم إيه. الكابتن خطيب الحقيقة من الناس اللي بتحب الأمور تمشي بدقة متناهية. طبعا الاستاذ ايهاب الخطيب، المهندس عادل القيعي، بقيه الزملاء اللي متواجدين هناك الحقيقه كلهم بيسالوا بقى الكابتن الفتره اللي جايه هيبقى فيها ايه، محتاجين حاجه. استاذ طارق قنديل زي ما حضراتكم شايفين متواجد، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ جمال جبر، الاستاذ ابراهيم المنيسي، كابتن اسامه حسني، امير توفيق، استاذ امير توفيق، بقيه المتواجدين. طبعا تقليد الكابتن خطيب بيحب يعمله دائما الحقيقه ان هو يجتمع بالبعثه الاعلاميه عشان يعرف هل هناك مشاكل، الامور ماشيه ازاي، هنعمل ايه خلال الفتره اللي جايه، اللي احنا محتاجينه ايه، انتم محتاجين حاجه. دايما الكابتن خطيب بيبقى حريص على الاجتماع بالبعثه الاعلاميه علشان يعني يبقى كل الامور موضوعه امام الجميع.